اكيد دايما في نغمه بتتقال ان في لعيبه في الدوري المصري ما بتعرفش تلعب، وفي لعيبه من الدوري الدرجه الثانيه او الثالثه بيبقوا افضل من اللي موجودين في الدوري الممتاز. المقوله دي صحيحه ولا؟ انا لعبت في درجه رابعه وثالثه وثانيه ودوري ممتاز حلو. فلا هو فيه، بس في ايه بقى؟ في لا انا في لعيبه تحت بتبقى جامده جدا، حلو جامده. انا هقول لك على حاجه، ابسط مثال كان زيكو. انا وزيكو لعبنا مع بعض في الممتاز، زيكو اللي هو دلوقتي بيلعب في نادي زد. بالظبط، فاهم؟ واحد يعني يعتبر من نجوم الدوري يعني، انا وهو كنا مع بعض في الدرجه الثانيه. ففي لا في لعيبه تحت كتير. انت يعني دلوقتي تقريبا اغلبيه الانديه اتجهت اللي هي تشتري من تحت، انما في لعيبه في الدوري الممتاز ما بتعرفش تلعب، لا يعني ما حدش هيوصل للمكانه دي وهو ابيض. طب انت مش حاسس ان كواليتي اللعيبه نفسها اصلا عموما في الدوري بقى قليل؟ انت لو هتقارن الدوري بالاجيال اللي انا شفتها وانا صغير، انت ممكن تقول احنا كنا ما بنعرفش نلعب يعني، حتى ممكن طلعنا كلنا بره الملعب، لان هو كل جيل كان ليه وقت او كل جيل بيبقى ليه مزايا، وده الطبيعي في الكوره.